مرات كثيرة بنحتار كيف نفش خلقنا لما نكون كثير معصبين، فممكن نصرخ أو حتى نتخانق لأتفى سبب. في مصر لقوا الحل، فهنا عارفين إنه الغضب لازم يطلع بشي طريقة، ومشان هيك اخترعوا مكان خاص بس ليفرغوا فيه غضبهم، وهون فيهم يكسروا أواني منزلية أو حتى أجهزة التلفزيون بس ليطلعوا الغضب لجواتهم، لأنه مو لازم يضل شي جوا.